خلينا نقول طيب شو المنفعة ضرورة صلب المسيح إلي ولكل مشاهد؟ صليب المسيح كان علاجا لمشكلة الخطية. بدون إيماني بصليب المسيح ستظل المشكلة قائمة أمامي، وهي مشكلة العداوة بين الإنسان وبين الله. ففي صليب المسيح حدثت المصالحة، مصالحا لنا بدم صليبه. صليب المسيح كان إرهاصات وتكميل للقضاء على الشيطان لكي يبيد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. عدم إيماني بموت المسيح على الصليب يجعلني فريسة لانتهاكات الشيطان في جسدي كل يوم. صليب المسيح أرجع لله كل حقوقه المسلوبة من الإنسان. عدم إيماني بصليب المسيح كأني في كل يوم أهين الله وأتهم الله بغير العدل وبغير البر. صليب المسيح كان هو الوسيلة اللي من خلالها الله يستحضر أبناء إلى المجد. عدم إيماني بصليب المسيح يجعلني ما زلت في دائرة أبناء آدم، أبناء المعصية، أبناء الغضب. فالصليب هو محور مشورات الله، وهو علة وسبب إمكانية دخول الإنسان لعلاقة صحيحة مع الله.